بيان الحكومة هو ورقة العمل اللي بيقدمها رئيس مجلس الوزراء قدام مجلس النواب اللي بيمثل الشعب وأعضائه ينوبوا عنه. البيان ده اللي كان عنوانه معا نبني مستقبلا مستداما، بيرسم ملامح برنامج الحكومة من 2024 لحد 2027، وكان في تركيز على نقطة مهمة وهي الإحساس بالناس. الدكتور مصطفى مدبولي النهارده اتكلم عن معاناة الناس من ارتفاع الأسعار باعتباره من الموضوعات الرئيسية اللي بتهم الناس، ركز على قضايا أمن مصر المائي، عدم التفريط في حصة مصر من النيل، تقليل الفاقد وترشيد الاستخدام، وأمن الطاقة، يعني وإنه أمن الطاقة ده يبقى عن طريق تأمين تنويع مصادر هذه الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وتعزيز مكانة مصر أيضا كمركز إقليمي. اتكلم كمان عن الأمن السيبراني كجزء من الأمن القومي. بين كان في وعد صريح بحل مشكلة انقطاع الكهرباء في النص الأولاني من أول يعني سنة في برنامج الحكومة، وفتح صفحة جديدة ما بين المواطنين والإدارات المحلية والحكومية، واتكلم كمان عن اعتماد برنامج الحكومة على رؤية مصر 2030 وتنفيذ التوجهات الرئاسية، وكان في تركيز على ملف الصناعة الوطنية اللي تشكل له مجموعة وزارية خاصة للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الخبرات، باعتبار أن ملف في الصناعة من أهم الملفات اللي فيها رهان على المستقبل. تفاصيل كتير اتعرض ليها دكتور مصطفى مدبولي في بيانه النهاردة قدام مجلس النواب، عبرت عن أفكار الحكومة، رصدت التحديات اللي بتواجهها، وبتعبر عن يعني نقاط مهمة جدا في ملفات مهمة جدا يحتاجها المواطن المصري. النهاردة هيدور حواري حول هذا البيان وما يحمله من يعني ملفات مهمة جدا على طاولة الحكومة القادمة، مع ضيوفي اللي منورني في استوديو مصر الجديدة دكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية ومحافظ الأليوبية والإسكندرية الأسبق. أهلا بحضرتك، منورنا. وسيادة النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أهلا بحضرتك سيادة النائب، منورنا. بداية يعني نتوقف عند أهم نقاط بيان الحكومة اللي توقفتم عندها النهاردة. اتفضل. بداية أولا بنوجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي أنه بدأ العنوان البيان بتاعه بمعنى نبني مستقبلا مستداما. العنوان بيحمل الكثير، أن خطة الحكومة هي خطة تشاركية، معا دي تحتمل أطياف كتيرة جدا. ف وضح من خلال البيان انه اعتمد في اعداده على رؤيه مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني، ودي في حد ذاتها مكسب كبير جدا ان يذكر الحوار الوطني ومنصه الحوار الوطني في بدايه بيان الحكومه وبدايه اطلاله الدكتور مصطفى مدبولي في خطه العمل اللي بيقال المرحله الجايه، لان الحوار الوطني بوزل فيه جهد على مدار اكثر من عام، العام الماضي جلسات كتير جدا، توصيات كتير جدا، وبالتالي محتاجين ان احنا نشوف ملمس ليها على ارض الواقع وفي الطبيعه. يمكن ده بوضح في ملامح البيان نفسه. الجزء الآخر الشفافية والمساءلة، قبول المساءلة المجتمعية، ودي وضحت في البيان، ودي جزء بيمنحه دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة للمواطن والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني، بيمنح فرصة أن يكون هناك لقاءات أسبوعية مع المؤتمر للإعلام، مؤتمر صحفي للإعلام، نقل البيانات. الجزء الأهم برضو في هذا الموضوع أن فكرة أن هو هيتيح شفافية وقاعدة البيانات تبقى موجودة عشان نقدر إحنا كنخب وأحزاب وناس مهتمين بالعمل والعمل المجتمعي إن إحنا نقدر نشوف أداء الحكومة ماشي إزاي، البيانات عندنا، القوانين شكلها إيه، نقدر نديهم مقترحاتنا وخبراتنا في هذا الموضوع. الجزء الأهم واللي بيقع قال انها حكومه تحديات، فده اعتراف ان هناك تحديات امام الحكومه وامور يفرضها الواقع
على رئيس رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء ان يجتهد. هنتكلم عن التحديات مش هدخل في تفاصيل، انا بدي عناوين سريعه. وبالتالي عليهم ان يعيدوا التوازن الى الشارع المصري. الشارع المصري في الفتره الماضيه كان لديه حاله من الاحباط والقلق وعدم الشعور بالامان نتيجه ازمات كتير جدا، ابسطها ازمه الكهرباء وغلاء الاسعار والتضخم. وبالتالي هو كان النهارده بيدي رسائل سريعه في بدايه البيان بتاعه قبل ما ندخل في التفاصيل لطمانه المواطن وطمانه المجلس، لانه هو المجلس بيعبر عن جموع الشعب وجموع المواطنين اللي انتخبوه. فده باختصار فكره اهم الملامح اللي انا توقفت عندها في سياده النائب ايهاب منصور. اهم ملامح بيان الحكومه النهارده اللي توقفت عندها؟ يعني انا مقسمه مراحل. النهارده انا شايف انه النهارده دوله رئيس مجلس الوزراء قال برنامج وملامح البرنامج افكار اتقالت النهارده، هيتبقى فيه احنا عندنا 10 ايام اللجنه اللي هتدرس هذا البرنامج، عندنا 10 ايام لدراسته وعمل تقرير. حضرتك عضو في هذه اللجنه؟ وانا عضو في هذه اللجنه. هيتم عمل هذه الدراسات من بدايه من بعد بكره الاربع يوميا من الصباح للمساء بدون اجازات وهكذا، علشان نلحق نقرا وندرس. يمكن قال رئيس الوزراء انهم حوالي فوق 300 صفحه. هذه الافكار كافكار جيده، يتبقى شقين، يتبقى اليات التنفيذ والخطوات ايه، وفي برنامج زمني ام لا، ده هنشوفه. ويتبقى في النهاية خالص الخطوة الأخيرة التطبيق العملي، لأن احنا أحيان كتيرة جدا بيبقى في أفكار جيدة وفي قوانين تطلع كويسة، لكن بس نيجي ننفذ يبقى الموقف مش نصطدم مثلا بقانون تصاعد. التأمين الصحي الشامل برضو كان يعني ليا مقترحات فيه ان احنا محتاجين مثلا نعمل برنامج ليه. فاحنا محتاجين نشوف في البرنامج هنقرر بقى قبولنا او رفضنا على اساس ما سنراه في البرنامج من رؤى، هل هي جيده ام لا، هل هي قابله للتنفيذ ام لا، هل محطوط محددات واضحه ليها زمنيه واليات للتنفيذ معالم واضحه ام لا. بناء عليها هنقرر، وبعد كده هيتعرض على مجلس النواب التقرير، وفي خلال 10 ايام من العرض مفترض ان المجلس ياخد قراره النهائي بالقبول او بالرفض. طيب